ولأن بناء الإنسان وصقل الشباب كان وما زال من أهم الأولويات التي أولاها جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم. صحاب هو برنامج تدريبي مقرون بالتوظيف بالتعاون مع وزارة العمل في سلطنة عمان، وعمان داتا بارك آثرت أن تقدم ما تستطيع فيما يتعلق بما يسمى بسكيلسات أو المهارات، إضافة مهارات فنية للخريجين على مدار 12 شهر في محاور مختلفة. مها أحمد المعمري من مركز دعم التشغيل والتدريب بوزارة العمل. طبعا برنامج سحاب هو برنامج تدريبي على رأس العمل، برنامج يستهدف عدد 25 من الباحثين عن عمل مثل ما ذكرنا، والدور وزارة العمل في هذا البرنامج إنها هي تقدم العلاوة الشهرية للمنتسبين فيها لمدة 12 شهر واللي هي مدة البرنامج. السلام عليكم، معكم بيلسان ناصر الرزيقي، متدربة في برنامج سحاب في شركة أمان داتا بارك قسم الذكاء الاصطناعي. نشكر وزارة العمل وشركة أمان داتا بارك اللي اتاحت لنا هذه الفرصة في برنامج سحاب. رغم التحديات والاختبارات الحمد لله وصلنا مرحلة التدريب، والحمد لله تم اختيار نخبة من المتدربين وسعيدين بهذه الفرصة بإذن الله والمساهمة في نجاح شركة أمان داتا بارك.